أنا اسمي قيس السفدي، عمري 13 سنة، بعزف على آلة البيانو. أنا أول مرة جيت فيها مشروع جيت عن النفخيات، بكون أنا كنت بعزف الدرامز. بعدين عملنا حفلات، بعد كم حفلة نقلت على البيانو، بعدين نقلت على الكلارينيت، بعدين بدأت مشواري بالتلحين. ووقتها تعرفت على كورال بكرأنا، ما كان بقيادة الأستاذ ناجي حمود. ألفت أغاني وغناهم الكورال، ورحنا على الصين. الحفلة بالصين كانت كتير ممتعة، والصين كانت كمان كتير حلوة. حملنا رسالة إنه رغم كل الحرب اللي عم بصير، في أطفال عندهم مواهب بالموسيقى. آخر حفلة صارت بمركز الفنون البصرية، كانت برعاية غياث الأخرس وبإشراف الماسترو ميساك بكبدوريان. أنا عزفت برنامج متنوع عبارة عن 10 قطع، منهم مودرن، منهم كلاسيك، ومنهم رومانس، ومنهم باروك. طبعا أنا كتير بحب أتشكر الدكتور غياث الأخرس لأنه أتاح لي هاي الفرصة. وطبعا هاي الحفلة كانت أول حفلة سولو بعملها لهلق، فهذا الشعور كتير حلو، لأنه يعني أول حفلة سولو ما أنا كتير سهلة، شعورها حلو. أنا جيت على النادي لهوني مشان عنا حفلة، عزفت أنا مقطوعتين هن ميلودي لرخمانينوف وإتيود رخمانينوف. وبعدين قالوا لنا إنه في مفاجأة. طبعا الأستاذ محمد وقت أعطاني درع، وطبعا أنا كتير بتشكره. هلا طبعا رفقاتي حلقين بسطولي، وطبعا هاي العلاقة هي بين كل يعني رفقاتنا، يعني نحن بنبسط، يعني أنا بنبسط لأي حدا وأي حدا بينبسط بي. بحب أقول إنه إذا بدك توصل لمرحلة كتير منيحة لازم تتدرب كتير منيح، ولازم تكون جدي كتير. بحب أشكر كل شخص دعمني، منهم الأستاذ محمد سباعي مدير مشروع بكرألنا، منهم رئيس قسم الموسيقى ماسترو ميساك بكبدوريان، وكادر مشروع بكرألنا. طبعا أهلي أكثر حدا دعمني، يعني لولا أهلي ما كنت وصلت لهي المرحلة.